في ناس حظها حلو جدا في تاريخ ميلادها زي كابتن خالد بيبو نجم النادي الاهلي اللي اتولد زي النهارده يوم 6 اكتوبر من عام 1976. هو من مواليد محافظه السويس وابتدى مشواره الكروي في مركز شباب السويس ثم قطاع الناشئين بنادي منتخب السويس، وبعدها تدرج في المراحل السنيه المختلفه حتى تم تصعيده للفريق الاول وشارك مع منتخب السويس في الدوري العام لموسمين قبل ان ينضم للنادي الاسماعيلي في صيف عام 1998. بالمناسبه فاز معاه بلقب كاس مصر، وانضم خالد بيبو بعدها للنادي الاهلي في صيف عام 2000 واستمر في صفوفه حتى صيف 2005. انتقل بعدها للنادي المصري ولعب معاه موسم واحد فقط، ثم انتقل بعد ذلك لنادي بتروجيت ولعب معاه موسمين، واخيرا وليس اخرا اعتزل في صيف 2008. طبعا كابتن خالد بيبو ساهم الحقيقه مع كل زملائه في النادي الاهلي في الفوز ببطوله الدوري العام مره واحده، كاس مصر مرتين، السوبر المصري مره، دوري ابطال افريقيا مرتين، وكاس السوبر الافريقي مره واحده، وسجل 3 اهداف، يعني كان هاتريك في نهائي دوري ابطال افريقيا 2001، وكان هو هداف الفريق في هذه البطوله. لعب كابتن خالد بيبو لمنتخب مصر خلال الفتره من عام 1999 وحتى 2003، وشارك في كاس امم افريقيا في مالي عام 2002. بعد كده طبعا بعد ما اعلن اعتزاله عمل كمديرا للكره بانديه جاسكو والسكه الحديد، وكمان عمل كمحلل للمباريات في بعض القنوات الفضائيه، ثم عاد خالد بيبو للنادي الاهلي حيث شغل منصب مدير الاكاديميات ثم رئيسا لقطاع الناشئين. طبعا بنقول له كل سنه وانت طيب يا كابتن خالد، وعقبال مليون سنه، ويا رب كده يسعد لك ايامك.